أكد الدكتور محمد أحمد جوهر طبيب وباحث متخصص في التاريخ الصحي لمملكة البحرين خلال برنامج مجتمع واعي، أكد على جهود مملكة البحرين الرائدة تاريخيا في مكافحة انتشار الأوبئة، والتي تميزت بتراكم الخبرات الصحية عبر السنين في مواجهة موجات الجائحات والأمراض الوبائية ومكافحتها والقضاء عليها. حاب أذكر أن البحرين ما كانت بمنأى عن الأوبئة والأمراض، وفي الحقيقة هاي نظراً لموقعها الجغرافي متوسط في الخليج العربي، صحيح. فكان هناك ازدهار لحركة التجارة والمسافرين حتى منذ نهايات القرن 18 وبدايات القرن 20. ففي هذه الفترة كانت هناك العديد من الأوبئة التي عصفت بالمنطقة، فكانت البحرين ليست بمنأى عن هذه الأوبئة، ولكن الرؤية اللي كانت متطورة في ذلك الوقت لاتخاذ الإجراءات والتدابير الصحية منذ بداية العام 1907 كانت نقطة تحول حقيقة في حماية البحرين والحد من آثار انتشار هذه الأوبئة في الموانئ والمدن المحيطة. فبداية عهد تأسيس الدولة الحديثة في عهد المغفور له صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، كانت نقطة تحول من ضمنها الحداثة وتطوير القطاع الصحي، وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الأوبئة، بداية من تأسيس الحجر الصحي، بداية من توفير كافة التطعيمات واللقاحات بالمجان لكل من يسكن على أرض البحرين. فنجد مثلا في عام 1907 تم توفير أول تطعيم ضد مرض الطاعون، وتم إلزام جميع المسافرين من البحرين أو القادمين بضرورة أخذ هذا التطعيم، صحيح. وفي عام 1924 تم إعطاء ما يقارب 4000 جرعة من هذا اللقاح، لأن في عام 1924 حدث هناك وباء للطاعون كان يعني قوي شوي على المنطقة، وبالتالي البحرين بطبيعة الحال تأثرت. فكان في هناك رغبة وإرادة من حاكم البحرين صاحب العظم الشيخ عيسى بتوفير هذا التطعيم لكافة سكان البحرين، وكان هناك أسبقية أيضا في جلبه وتوفيره لجميع المقيمين والمواطنين.